استاذ منذر، نبدا من البدايات. واحنا في دائما يعني هناك شيء احيانا يكون يعني مؤثر ليس في شخص بل في جيل. يعني ان صح التعبير او ضبط السؤال، نقول الفن ما قبل جامعة اليرموك وكلية الفنون، والفن ما بعد جامعة اليرموك. من وجهة نظرك قديش بتشوف حضور هاي الجامعة وهاي الكلية العريقة أثر في كتير ناس؟ هي نقطة الارتكاز بالنسبة لمنذر رايح، والمنبر العلمي اللي كنت متواجد فيه. الشكر لجامعة اليرموك وكل دكاترة جامعة اليرموك، وتحديدا يعني كليتي أنا، كلية الفنون الجميلة. بصراحة يعني كان في دعم من الأساتذة لكل الطلاب، كان في عنا مشاريع مهمة لدرجة إن ما كناش نروح على بيوتنا. يعني أهالينا شكوا إحنا ندرس بالجامعة ولا لا، ولكن كان في الحرص دائما على إنه يكون في جيل أو مجموعة من الشباب يطلعوا من الجامعة بشكل محترف للحياة العملية. ومن أهم الأشياء اللي كانت موجودة كمان في جامعة الإمارات، كنا نختلط في الحياة العملية وكأنها جزء من الدراسة. هاي بالنسبة لجامعة اليرموك. ما قبل جامعة اليرموك كانت السكتشات والأشياء اللي في المدرسة، وأميت باتشان والنطنطة من فوق السطوح. وكنت بعمل سكتشات في دار الأرقم بن أبي الأرقم، هيك أشياء. ما بعد جامعة اليرموك الاختلاط الفعلي في الحياة، وكأنه أنت بتطلع من، يعني إذا بدي أوصف الوصف شعرياً، إنه زي الجنين لما يطلع. فإحنا طلعنا من جامعة اليرموك ابتدينا شوي بمشاكلنا أو بمشكلة الفن في الأردن تحديداً، بعدم وجود أعمال، ما في حد مهتم فينا، تشعطلنا بمعنى كلمة تشعطلنا. حاربنا لنقدر نكون متواجدين على الساحة الأردنية وعلى الساحة العربية. ودائما في، يعني أنا دائما بحكيها بأي لقاء، ويعني هي بيني وبين ربي، ولكن من أول ما جلال سيدنا حكى الأردن على قدر أهل العزم، حسيت في أوردر، من أوردر بأنه اشتغلوا، يعني إحنا مع بعض هيك ظرفنا وهيك. نعم. هذا الشيء الموجود، فحسيت كل أردني هو مسؤول عن وظيفته وعن شغله. والحمد لله سعيت. نعم. ولسه يا رب إننا نقدر نمشي خطوات أكثر، يا رب إننا نقدر نجيب مجموعة من الشباب من هون، يا رب. يعني بدنا نحارب زي ما بيحكوا طبعا. نعم. وهي النقطة اللي دائما يمكن احنا بنركز عليها في حلوة يا دنيا، بغض النظر عن المجال اللي الضيف اللي بيكون معانا فيه متميز فيه او مبدع فيه، دائما المهم البداية. يعني الناس بتفكر انه الواحد عشان يصير فنان او ممثل معروف في 100 جهة دعمته، بالعكس. يعني انت اليوم اكبر دليل على انه الفنان اذا اصر واذا اجتهد واذا فعلا حلم، الاحلام تتحقق من خلال تجربتك. من هو يعني انا دائما ادعو الى التفاؤل. يعني لو حكينا بانه ما في مناخ فني موجود، بدك تقعد وتحط رجل على رجل، بدك تسعي باكثر من مكان. يعني انا لما ما اكونش قدام الكاميرا ممكن اكون متواجد ورا الكاميرا، لو ما في هذا المجال ممكن اني اكتب. هاي شيء من ربنا اعطاني اياها، انه اكون شيء له علاقه في الميديا، فبحاول اني اكون هون او اكون هون، بس اني اقعد واكون كسول ما بعرفش. يعني انا المرحله اللي بكون ما فيها الشغل هي مرحله المرض بالنسبه لإلي. لازم اكون متاخرين كثير، احنا بعدين بدنا نلحق. هذا اللي كنت أسألك عنه. حضرتك درست إخراج تلفزيوني وسينمائي في جامعة اليرموك، قديه بتحس بأنه الخلفية الإخراجية ساعدتك كممثل؟ أنا دائما بحكي الله يعين أي مخرج، لأنه أوريدي أنا أخرجت مجموعة من الأعمال. يعني هيتشكوك بيقول نفسي أعمل فيلم وتكون الكاميرا هون في دماغي، لأنه المخرج عنده مجموعة كبيرة من المشاكل، مجموعة كبيرة. فأنا بحاول أكون عنصر في اللوكيشن، مش تاع يعني ما بغلب المخرج، وشوي بكون فاهم هو وين بده يروح او على المكان اللي هو حابه. وحلو النقاش ما بين مخرج ومخرج او مخرج مع ممثل، انه وين يوصل هذا المشهد لاي مرحله وكذا. فكانت تحس انه في مصر يعني مش سهل انه الواحد يخترقها،
يعني اللي بده يخترق الساحة الفنية المصرية، بتحدث هنا عن التمثيل، بده يكون جدع، بيحسبوا حساب لشخص مثل منذر رياحنة كونه مخرج بالإضافة للموهبة؟ صعب تخترق الدراما الأردنية بمرحلة إذا بدنا نحكي بصراحة وأنا صريح يعني، أوكي؟ يعني وكأنه هي كانت احتكار على مجموعة من الأشخاص واللي بيمثلوك، بتصفن هدول بيمثلونيش يا أخي، هاي رقم واحد. وأنا دائما بحكي بأنه الفن يرتقي إلى السحاب مهما حطونا حدود. أنا فنان ورسالتي إنسانية للعالم كله، لن ما في مكان في الفن محدد أنه أنا هون أو في أي مكان. بالنسبة لمصر تحديدا هي أم الفن، عشقي مصر، تربيت على أغاني الشيخ إمام أنا، وإحنا كلياتنا في الأردن. رهف كانت تغني أغنية من أغانيه تحت الهوى. يلا هلا بنسمع تحت الهوى، كانت تقول بعض الأشياء للشيخ. وزي ما حكيتها في لقاء، إحنا في الأردن وفعلا هاي حقيقة، أهالينا بربونا على حب الوطن العربي كلياته دون استثناء. أنا لما أزور أي مكان، ولنفترض أضرب مثال، لما أزور دولة الإمارات من منجزاتها بحس أنه هذا إلي أنا، يعني من غير التفصيل بأنه أنت أردني أو غير أردني أو كذا، هذا المنجز الحضاري في الوطن العربي هو منجز لازم أن يكون منجز واحد. نعم. تصديقا لكلامك أستاذ منذر، قبل لنطلع هذا الفاصل بشكرك لهاي الملاحظة. زمن افتتاح التلفزيون الأردني رحمة الملك حسين رسالته كانت واضحة، ليعود من استطاع إلى الأرشيف ليسمع الخطاب وليسمع الرسالة. تم إنشاء التلفزيون الأردني وتم إنشاء الإذاعة لتكون صوت عربي في المنطقة. نعم. بنفس عروبي وليس أردني إقليمي قطري يخص الأردن، بل كانت رسالة فتحت الاستوديوهات وانشرت الكاميرات والإذاعة من قبلها لأن يكون صوت أردني عروبي للجميع، وموجود التسجيلات وموجود الأرشيف. قبل ما نطلع فاصل كمان، الله يرحمه الملك حسين، مجموعة من كم الأعمال كانت تنفذ في التلفزيون الأردني واستوديوهات التلفزيون الأردني. ودائما الأردن في إذا كان في الفن أو غير الفن هي مكان للوطن العربي ولأخواننا العرب. نعم. من كل الأقطار. نعم. نعم. احنا مكملين معك بهالحديث الغني وبنفس الوقت الممتع، ولكن اسمحوا لنا ان نتوقف مع فاصل اعلاني ونرجع لنتابع حلوة يا دنيا.